الأستاذة سامية فاروق حسنين من كفر الشيخ. الأستاذة سامية ربيع التوني محمد بن سلامة بن القاهرة. الأستاذة نجوى محمد عثمان من الجيزة. الأستاذة ابتسام عبد العليم من الفيوم. الأستاذة سناء محمود محمد علي من الفيوم. من كفر الشيخ. الأستاذة أدينا جمال محمد عبد الرحيم من بني سويف. الأستاذة هبة مصطفى كامل من الفيوم.